يا عزيز خويا كيدير؟ يا شريكي، طالما لنا السفر اخويا ما يجمعنا الناموس. والله هاد السفر هذا كنضربو غير اسكت معاك، كنلبسو كندير لايف فيه. انا شيري يعني مساح. كيدير اخويا؟ الله يحفظك لي يا رمضان كريم. علينا وعليك اخويا، فين راك؟ كون فين انت، هنا ولا لهيه؟ الله يدوز حبسك بخير وعلى خير. امين اخويا امين، لينا وليك. دعوا معنا الدراري كل شيء يزيد يسمى يا والله رب يدوز حبسنا بخير وعلى خير. يا رب كل شيء دوز لحبس هذا العمل. الله يلا شوف، تنفكر بعض المرات تنقول من هنا لواحد 10 سنين كون عندك بزاف اللي تيجريو في الدار، وداك الشيء تبقى تقول لهم تبقى تعاود لهم تقول لهم عاجي نعاود لكم في 2020 شنو دوزنا العالم كامل. لا بغيت تلقى ما تعاود، راه حاربنا كورونا ودوزنا ماشي، اشنو درتو؟ بقينا جالسين في الدار. معليش معليش اخويا، كي داير أخير انت؟ كي داير الامور؟ اللهم لك الحمد. انا في الاسبان راك عارف. ايوا مزيان اخويا مزيان، قديم كي داير الامور تما؟ قراب يتلقوكم واقيلا؟ لا صافا صافا، بداو شي يرخفوا اليوم اللي هما دابا شي يومين صافي تلقوا البنادم يبدا يخرج تيقولوا لهم مثلا من 6 صباح ل 10 يخرجوا الناس اللي بغاو يديروا السبور، من 12 ل 4 اللي عنده الدراري بغا يخرجهم للزنقه، عاوتاني بالليل اللي بغا يخرج يتمشى، فهمتيني؟ ما يكونش باقي ساكت شوية بشوية كيمشي. عندك شي ضربة تخرج الضربة تركيلة ساعة ديالك وترجع حدا دارك، فهمت، صافي نورمال. حتى هنا واقيلا غيمشيو بحال هكذاك غالبا. وعندك شي بشوية بشوية. دابا جو سيمانة جو سيمانة فهمتي، من هنا جو سيمانة عاوتاني غيزيدوا العايزة غادي نمشي يدفعوا ضروري اخويا الخلاص. ضروري، راه الله يجعل شي بركة. هذا هو البلان. المشكل اللي كاين هو انه واخا دابا شي دابا هادشي واخا تيزيدوا يرخفوا فيه، ولكن الحياة باقي ما غتمشاش فهمتي، البيزنس باقي ما غيدورش، بزاف الخدامي باقي ما غيطلقوش فهمتي. بلان صافي مشيتي فهمت كونيكسيون، درت الكات جي، قلت لك ما غترجعش، صعيب ترجع كيما كان، صعيب ما يمكنش. الله، باقي الحال سيرشو لا بنان سيرشو لي دومين اللي فيهم اللي فيهم الحركة بزاف واللي فيهم تجمعات وداك الشيء عولت العام الجاي كاع. بحال الكورة وداك الشيء، لا غيحبس هذاك الشيء كامل، ما يمكنش هذا هو البلان ما اخويا. يمكنش. خلينا نرحبوا بك دابا نساليو دير شويه اخوي المرقه. تكلف سيموس دراسي غني عن التعريف خويا. قبل لا يعرفوه. خويا انت كما تلاقينا يعني. انا وياك تلاقينا مره واحده، كنت كنفكر واش كاين، انا عارف ديك المره اللي تلاقينا فيها، ولكن كنفكر واش تلاقينا قبل. لا تلاقينا مره واحده في واحد تورناج، كنت انا تورناج وكنت انت جيتي عند واحد السيد تتعرفه كان معانا خدام الله معانا يودع. تما. كنت جيت عند خالد دواشه. اييه كنت جيتي عند خالد دواش صافي، وتلاقينا بالليل ضربنا واحد التصويره، راه كنت حطيتها انا في انستغرام راه باقا محطوطه. ما وكانت واقي لا ما خفت نكذب، راه وقيله في رمضان. لا وقيله ما عقلتش، ممكن الليل ما بقيتش عاقل انا واش رمضان. المهم بالليل كنت جيت عند خالد دواش حيت هو تما ساكن، وكان تورناج حدا الدار، هو يقول لي يوسف صاد لي تنعرفو، قال لي راه كاين سي موس دراجي هنا، قلت له ندوزو نسلمو عليه. الله يرضي والله خويا صافي بليزير، الله يحفظك ليا الله عز يحفظك. احنا وشوف دابا تلاقينا المرة الثانية في لايف، هذه راه نحسبوها بحال تلاقينا. وملاقي هذه. الله يودي راه دابا احنا كلشي بحبس، وراه هذا هذا هي تما بلا قهيوة لايف هذه. بلا ما تلاقيش معاه. شوف وجدت لك واحد الطون ديال الاسئله اللي انا باغي نسولك، ما سوقيش انا شنو بنادم باغي يعرف، انا اللي باغي نعرف. سير اخويا، انا دابا بغي نعرف هذه الاسئله. سير اخويا، اول سؤال هذا اللي اي واحد تيطلع عندي تنسولو ما يمكنش ما نسولوش ما نسقلوش، الشي بان لك في الراب المغربي؟ ها زوين، ولد السؤال ها زوين عطيني اجيني دابا، ولكن السؤال بحال بغيتي تقول موجه لواحد السيد فان فقط ديال الراب، يعني هو تعطيني فان. الراي ديالك زعما كمستمع، واش انت زعما انا كمستمع عمق زعما انت عندك زعما انت كنتي ديما فان ديال الراب المغربي، ولا انت اصلا فان ديال الراب اون جينيرال امريكان فرنسا قبل ما تولي فان ديال الراب المغربي، ولا غير مع حتى ولا الراب في البلاصه اللي فيها دابا اللي ما تقدرش ما تكونش كتسمع ليه، وليتي كتسمع ليه وعندك عليه راي ديالو؟
شوف انا راه انا جبدي اسميات لعيبه ما كاينش حس المشكل انا تهضروا هنايا انا مشكل عارف عمر ريح حسن. تذكير اصلا لا شوف انا الصراحه ماشي فان ديال الراب قبل، انت قلتي واحد اللعيبه زوينه واش فان قبل تتموسق الراب؟ لا انا الراب بديت كنسمع له هنايا، بديت كنسمع له هنايا الصراحه. الاولين اللي بديت كنسمع لهم وكنت فان ديالهم هما الدراري شايفين، شايفين داير راه كنت درت معاهم واحد الفيديو شحال هذه في 2014 الجلا كنت درت معاهم واحد التريكيله. دوك من تما صافي بديت كانت موسق لكلشي، بديت كنسمع الراب، بديت كنسمع بصفه عامه الراب. الجواب المباشر على السؤال ديالك غادي يكون هو الراب في المغرب انا كيموسقني بالجد، كيموسقني كنت موسق. دابا انت باغ اكزومبل فاش تريح ما عرفتش انايا شنو هما العادات ديالك باش كتبغي تسمع موسيقى، واش فاش تكون مريح مكالمي ولا فاش تكون صايق ولا فاش تكون شي لعيبه تتجبد تليفونك وتتقلب على مورسو ديال الراب المغربي تقدر لا دير فاش تنكون سايد انا كنت موسق دابا في هاد الظرفيه هادي فاش تنكون سايد ماشي في الكونفينمون مي زعما ديرنييرمون فاش تنكون سايق تما فين كنت موسق عندي البلاي ليست. انا عندي بلاي ليست صراحه الله، عندي بلاي ليست ما عنديش، عندي بلاي ليست كنت تيليشارجيها بواحد الطريقه شويه ما يبغيوهاش الواب. ترى سير على الله قول لي انت منو. اقول لك واحد القضيه راه حنا جيت نتمسكوا بهذيك الطريقه. دابا تتخيلك انت كتيليشارجي الديسك ديالك هكاك ما يمكنش تدوز الكابل من ورا. والله انت ضحكتي. لا تنت موسق في الطوموبيل، تنت موسق كل مره وشنو؟ بعض المرات كتموسق داكشي اللي جديد اللي يلاه خارج، بعض المرات كاين دياسك اللي راك عارف، بعض المرات كتجيك على دياسك انت كتسمع عليهم شحال هذه في واحد ليبوك كيبداو يفكروك في ديك ليبوك كتجيك عليهم كتبدا تعاود تمزك لهم بحال. دونك انت غتقول لي تقدر تقول لي انك متتبع شويه شي 70% مثلا متتبع لاكتواليتي الدراري تيخرجوا شي حاجه تتلوح ودنك تتشوف شي حاجه طلعت عندك في الباج ولا في الميرش تكليكي؟ لا متبع. شوف انا كتعجبني واحد القضيه، كتعجبني واحد كتعجبني كتعجبني الثقافه ديال الايب هوب سيرتو الكلاش كيعجبني انا تنتفرج فيه. انا تفرجت في الكلاشات ديالي، كنتفرج في الكلاشات بصفه عام. دي فوا تيكونوا الكلاشات كيخرجوا على واحد النطاق ديال الايب هوب ديال ما كيبقاش فيهم ذاك الكوتي ارتستيك اللي كتساينوا فهمتي، ولكن اون جينيرال كاين لو شو انا كيعجبني هذاك لو شو كنتفرج فيه سيرتو ملي واحد كيخرج والاخر تيخرج والاخر تيخرج. وكاين واحد نقدروا نقولوا ان كاين واحد العلاقه ما بين الراب وما بين الكوميديا وسيرتو في الكلاشات، لان لي كلاش اغلبيه يكونوا مبازين على انك تقدر تبغي تشد شي واحد وتضحك عليه بنادم، دونك تقدر تخدم واحد الوسائل اللي كاينين حتى في الكوميديا ديال انك تبغي تشد فيه ولا تبغي تطلق عليه نكته فهمتيني كتنز عليه كتنز عليه. كاين عباره ممكن تقدر واحد كاين واحد الانسبيراسيون اللي تدور ما بين لي كوميديان وما بين الرواب ماشي كيتلاقاو. لا 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 شوف تيتلاقاو في واحد اللعيبه سيرتو الا هضرنا على الكلاش، تيتلاقاو. انا كنقول تيتلاقاو في الكتابه ملي تتبغي تكتب الكلاش راه دي فوا تقدر تكلاشي بحاجه ثقيله، نقدروا نقولوا مثلا تقدر تكلاشي واحد بتيتر بالثقافه ديالو ولا ما عرفتش، دي فوا تقدر تكلاشي بحاجه تافهه. ملي كنقولوا تافهه راه خصك غتولي تكتب بحال فان، غتلقى راسك تكتب خاصو يكون تيضحك مي اون طوغ يجي في الديسك ديالك خاصك تلقاو في الكتابه. وكتكزاجير لان الكوميديا اللي بازي سور لو فات انك تتكبر الحاجه، راه كما قلتي تقدر تكون شي حاجه تافهه اللي الا قلتيها غير بحال هكا ما يكونش عندها الثقل، ولكن الا صيبتي مزيان وكبرتي ديك الفكره بطريقه انها تسمع بوك ديك الساعه غادي تولي واعره، غتولي ديك اللعبه ديالك غيسمعوها اوه عرفت. دويتي على الكتبه بلان زوين، عندي لك سؤال على الكتبه. دابا انت الفيديوهات ديالك فاش تبغي تصايبهم؟ انا متبعك حتى انا تنعرفك زعما ملي بديتي، ماشي ما نقولش ملي بديتي مي ما حدنا تندوي على البدايات، كراش تقول لي شكون اللي عطاك الفكره اول مره ديال انك دير فيديو؟ لان انا شوف قبل من الفيديوهات انا عارفك انك انت كنتي هو الفليب ديال القسم. انا نقول لك شنو كنت بالضبط، انا نقول لك شنو كنت. انت باين فيك ما تتصنعش باش تضحك بنادم، انت هذه فك ديال الله، عاجل شوف لك في وجهك تجيني الضحكه. لا كومبليمون هذا ما عرفتش.
اعطيك كومبليمون حيت قلتيه انت دابا، قول ولكن لي شوف الله يحفظك. شنو اللي كنت انايا في الليسي ولا في المدرسه بصفه عامه، سيرتو الليسي في الصراحه، شتي حتى الكوليج والبريمير راني كنت بارد، بريمير كنت خواف خواف ديال بصح، الكوليج يلاه بديت نتحاك شويه، في الليسي فين بديت كنخرج كتلقاني هو انا كما داير كاين، غير هو شنو اللي كنت انا ما كنتش ديك، كانت البساله ديالي بالضحك، شتي انا داك النوع اللي كان شويه دي فوا تافه، دي فوا كيجيه الملل في شي حصه ولا شي حاجه، يقدر مثلا غير يبغي يضحك الدراري، يقدر مثلا يزغرت مثلا، دي فوا هذه القباحه ديالي كانت تافهه جدا، ما كنعقلش على راسي استمرار عيرت استاذ ولا هرست قسم ولا درت، كانوا بزاف الحوايج كانوا كيديروهم في الليسي، انت راك عارف طرت قلمين ولا شي حاجه، كاين النيفوات كاين النيفوات، انا النيفو ديالي شويه كان تافه، كان زعما ما ليميت يطري الله الضحك، ما تبقاش تقول مياو معلم هذاك هو التقساب والضحك وهذا، دوك بحالك ده كنت في الصراحه كنت بحالك ده، كان الضحك النشاط التقساب، واحد لقيتها صافي تكت كتولي ديباسي انت الليسي، كنت حاس ان عندك شي لعيبه، شوف انك فاش كنت تدير هذاك اللعيبات لا رياكسيون ديال بنادم، كتشوف كاين واحد التجاوب، كاين الفيدباك، بيان سور كتشوف كاين اللي جام. كاين لي جيم ريال ديال الصح، كاين لي جيم ريال، وانا نقولك واحد القضيه ما كنتش نقولها بزاف، في الوقت في ليبوك ديال الليسي كنت انا فان ديال واحد الممثل، فان شوف ملي تنقول لك فان بالجهد، تقدر في ديك الوقيته لي ريزو راه ما كانوش كبار، ومع ذلك كنت كنفليك كنت عارف شنو كيدير كل نهار، كنت فان مغربي ديال احمد، لا احمد حلمي مصري، احمد حلمي في ديك ليبوك ديال 2007 2000 وهذا راه كانوا عندهم كيخرجوا اربعه الافلام في العام، ثلاثه الافلام في العام كيتشافوا سوبر ستار كان، دوك كنت فان ديالو بزاف، ما سيدي كذبش عليك كنت كنبغي نقلدو في الليسي، يعني دي فوا هذه كنعقل عليها، كنت كنعقل في واحد الفيلم كان مشى عند واحد البنت وقال ليها واحد النكته كتخرب الضحك، قال ليها واحد النكته صافي، هو كانت هي البطله ديال المسلسل ومشاو وعاشوا قصه، كان مشى وقف عليها في شي قهوه ولا ما عقلتش فين، هو يقول لها قال لها هو انت اسمك ايه؟ قالت لي انا اسمي اسماء، هو يقول لها يعني ما فيش اسم محدد، شدها انا باش نشرح لك لاي درجه كنت فان ديالو، مشيت كاينه بنت سميتها اسماء في الليسي ماشي في القسم مي في الليسي، انا ما على باليش بالبنت، انا ما على باليش بالبنت، خاصك تفهم عمر ما على باليش انت بغيت انا لها غير تابليكي ديك النكته صح؟ انا فان بغيت نديرها، خويا واحد ويلي كي ما نعاود لك بغيت الارض تسرطني من اللي قلت هذيك اللعيبه، حيت ما كاينش المونتاج ما كاينش الموسيقى، انت في الواقع كتقولها فاس حرفيا، قمع تاريخي يا خديجة. اوف ما نعاود لك شوف قلت لك كنت فان ديال احمد حلمي وهذا، دي فوا دوك التريكيلات كتبغي ديرهم شويه، كتلقى راسك كدير العيبات ديالك وكتشوف الفيدباك الناس، دوك كتولي تحس بلا ما تكون عارف الداخل ديالك، كتحس بان كاينه شي حاجه، فهمتي ضروري ضروري سينو ما ديرش، كاين البوتونسيال. ودابا واخا هذه اللي غتوصلنا للعيبه ديال اول فيديو درتي، اول مره طاحت لك فكره ديال انك دير فيديو، ولا اول مره قال لك شي واحد، ولا اول مره شي واحد صورك غير بارازار، ولا كيفاش جات الفكره ديال ان هذاك الكاركتر بحال شوف قلتي تشات انا نبدا لك شويه من انا نبدا لك شويه من اللور، انا الله اعلم تنقول بان لا بلوبار ديال الدراري سورتو هاد الجينيراسيون الاخرى دابا، كسوا في الامور في التمثيل في الغناء في الراب في اي حاجه، دي فوا الكوره اي حاجه، كاين الاغلبيه ديالهم كتلقاه دار دوك داك الشيء اللي كيدير دابا واللي ينجح به غالبا، حيت داز من شي ظرفيه اللي صعيبه اللي خلاته باش يخرج من داك الشيء يدير حوايج كيعجبوه، انا امتى غنبدا نفكر انني ندير فلاف باك، كان شويه واحد الفراغ فهمتي، ما عارفش شنو ندير، كنت كنتفرج بزاف في سيبريان سورتو، داكشي علاش دي فوا كيقولوا لي سورتو فاش يلاه بديت كانوا كيقولوا لي راه كدير بحال سيبريان، كاين كاع اللي تيقول لك راه كاين كاع اللي كان تيقول راه كتنقل منه، علما انه عمري خديت فان واحد التكست ديالي كنكتبو دو ا زد اوريجينال، دونك بديت كنتفرج بزاف في سيبريان، واحد النهار قلت غندير بحالو هكا حرفيا انتريكيلا نديرها بحالو،
بغيت انا لا كونيسونس ديال الناس، بغيت الناس يتفرجوا يقولوا واه دار تريكيل. درت اخويا واحد الفيديو حامض، حامض اخويا عمر. انا نقول لك درت واحد الفيديو حامض، ما حطيتوش. واحد النهار غادي ندير فيديو في العيد الصغير، العيد الكبير، جاتني غير فكره في راسي، غناكل اللحم بزاف، غندخل الطواليط، الطواليط غتفرقع. لول درت الفيديو، جاني زويون، عجبني الفيديو. انا فاش صايبته باباري نيميريك مونتاج حطيته هذاك الفيديو، انا تنقول هذاك الفيديو كون ما درتوش ما كنتش نزعم ندير فيديو كبر منه، لان ذاك الفيديو درته انا جالس في الطواليط ديجا، بحال حيدت الخلعه ديال بصح، ما بقيتش مسوق الناس شنو غايقول. صافي من موراها سكيتش كتبته، كنت كنمشي الطوبيس في لافاك، الطوبيس فيه لا ماتير انت راك عارف، وانا ننزل عليهم، كنت كنوطيهم بعدا في الاول اللي كان صعيب هو نلقى التكنيك ديال الكتابه. دوك شنو غندير في الاخر، انا بديت كنوطي حاجه بحاجه، مثلا السليت كنكتبو وكنخليه حتى طيح ليا شي سيتوياسيون كتضحك على السليت، اللعيبه ديال السميات ديال الشيفور ديال الطوبيس فقط كنا كنسميو جواد. دوك هادي كندير عليها سيتوياسيون، كتبت اخويا سكيتش وحطيته سا مارشي وحده بوحده. دونك انت وهذا حتى هو كان عندي سؤال، دونك انت تكتب داكشي ديالك، حيت حنا تنعرفوا سكيتش مثلا ولا ستاند اب ولا شي لعبه اللي غديرها في التلفازه ولا هذيك، بيان سور اكيد تكتب، ولكن دابا تنهضروا على فيديو ديال انستغرام، فقدر شي واحد تيشوف تيتفرج فيه تيقول هذا راه شي تسطا وهادشي يحلو، دونك انت تكتبو زعما كتبه سيرو ورقه. شوف انا نقول لك دابا انستغرام شويه هرسات ديك الكتابه ديال بصح، داك ستريس ديال الكتابه. انا نقول لك مثلا لي بودكاست ديال شحال هادي، هذاك راه سكيتش فيه 4 5 دقائق حتى 7 دقائق، راه ضروري تكتبو، لا كي تكتب ويتعاود وتكتب ويتعاود وتفكر كيفاش غتصوروا. هذا انستغرام الفيديوهات كيتكتبوا، انا تنكتبهم، كاين استثناءات ملي كتجيك واحد الفكره مريقله في راسك مريقله تقدر نكتبها سير بلاص. مثلا عندي واحد الفكره ديال واحد غيكون كيهضر مع صاحبته، ديالوغ صغير غنجلس غنفكر فيه دغيا غنكتبو غنصورو. يعني غير على حساب الفكره كيفاش دايره وصافي. احنا مثلا كنكتبها جونغ تطابي وتكتب اولا كبيره اولا صغيره، تكتب الفكره اون جينيرال لا ضروري تكتب. ضروري ما يمكنش تهز، شوف ما كاينش تهز الكاميرا، انا ما كنامنش بتهز الكاميرا وتبدا تامبروفيزي، ما كنامبروفيزيوش في الكاميرا. سور سين الا بغيتي تامبروفيزي راه كيخصك التكست ديال كامل عاد تقدر تامبروفيزي كاضافه وصافي. فوالا تتحفظو بعد تتحفظ السيناريو وتامبروفيزي بطريقتك. لا اكزاكتومون، دونك الكتابه خويا ضروري. دونك الافكار قلتي لي تتانسبيرا بيرمون من الحياه، دونك تقدر مريح سمعتي شي نوطه في شي قنت عجباتك تلصقها تتحاول تخرج منها شي حاجه، شفتي شي بلا شي سيتياسيون تحاول تخرج منها شي حاجه، شي عباد اللي عايشهم بنادم يومين اللي غيقدر يفهمهم بالزربه ويضحك عليهم. احسن حاجه هي هذه، هي انه تجيب شي لعيبه كاينه، انت راك عارف راه حتى في الموسيقى الا هضرتي على حاجه كاينه، حاجه انت كتعيشها بوتيتر الا كان كيعيشها شي واحد غتقيسو اكثر. حتى في الضحك راه نفس الحاجه، راه حتى الضحك نفس الحاجه. الا انا غندير سكيتش على شي حاجه كيفاش نقولوا زعما ما كايناش، شي حاجه هكا تقدر تكون كتضحك زعما غتضحك الناس، ولكن احسن الا كانت كاينه في الحياه معاشه، بزاف الناس كيعيشوها غيضحك ويقول كثر عليا وارد البلان بارطاجي. دونك دابا انت اللي تكتب زعما الافكار ديالك انت، ولا معاك دابا جو بونس كاينين دراري اخرى اللي يقدروا يلوحوا لك شي حاجه من هنا، ولا انت اللي لا في داك الشيء ديالي انايا في يوتيوب انستغرام العيبات انا راسي كله كيضرب على عرامو اخويا. ما كاينش اللي غيجي غيقول لك هاك هذه الفكره اجي نكتبوها انا وياك ديرها انت، صعيبه ما كاينش. المونتاج انا ديال الانترنيت ديال لي ريزو ديالي انا، ابار لي كان بروجي كبير ولا شي حاجه ديك الساعه لا انستغرام العيبات فيديو لا انا با دي فوا غير التليفون على حساب. دونك انت تمونطي حتى بالبيسي بالتليفون بالماك على حساب الفيديو كيفاش داير. ودابا لان دابا ولا اكسيسيبل هادشي بزاف زعما، ولا حتى مع الكونسوماسيون ولات كثيره، دونك ما بقاش عندك الوقت في انك تشري ماتيريال كبير تليفون. تقدر تخدم تليفون واحد عندك ايفون مثلا ولا شي تليفون مزيان دير كلشي، عنده فيه كاميرا مزيانه، كاينه ابليكاسيون ديال المونتاج مزيانه، وكلشي عندك في تليفون. انا كنت كنخدم العيبات ديالي بتليفون. لا تقدر تخدم بالتليفون، وكاين مشكل اخر هو انه دابا لي ريزو
ولاو بحال الساط، ولاو بحال سباق، فهمتي؟ سباق كتسابق، دونك خاص تجيك الفكره، راه خاصك تبقى بعد جوان يابل، خاصك تكون كاين، بالضبط. خاصك تكون كاين، غيحيدوك حنا ما بقيتيش كاين. لا هذه اون هذه فوا ما تتخافش، بعض المرات انا دير شي فكره وتكون ديجا دايره شي واحد اخر بلا ما انت تكون عارف، ولا شي نهار درتي شي حاجه وقال لك شي واحد ديجا دايره فلان. كاين، انا طرات ليا، طرات ليا ماشي بزاف، اما طرات ليا شي جوج مرات ولا ثلاثه، كتلقى راسك درتي الفيديو، والصدفه هي انك يكون واحد في المغرب نيت داير، زعما ماشي شي واحد براني، فهمتي؟ كيطراو هادو، ولكن الناس ما غيفهموش، راه الناس ما غيفهموش بان كاين تشابه في الافكار، يقدر يوقع، بيان فهمتني؟ ولكن هانيه معليش، انت المهم بصفه عامه في داك الشيء اللي كدير، خصك تحاول تكون اوريجينال شويه، وما فيها باس تانسبيرا دي فوا، راه ماشي عيب. لا ضروري، هو ضروري الانسبيراسيون. وبعض المرات راه غير الفراش ما حتى تتفرج بزاف، راه تيبقاو لاصقين لك شي حوايج، ولكن فاش تبغي تابليكي الا ما كنتيش فريمون ناقل وكتقول راه خصني نحط بحالها، راه واخا تكون نفس الفكره تدير انت بطريقتك سي فري. اه ممكن. اصلا شوف، انا ديما كنامن بان اي فكره راه تقدر تتعاود بليزيور فوا، بيان بزاف سور ديال الطرق ما كيتشابهوش مع بعضياتهم، بيان سور اصاحبي، فهمتي؟ انت في نظرك مثلا في الراب، في نظرك ان مثلا كل موصول يخرج اوريجينال ما عمر شي حد مدعو عليه من قبل، ما يمكنش لا اصاحبي، سي فري، ضروري داكشي تقال وعاود تقال وعاود تقال، ولكن كل واحد تيقولها بطريقته بطريقة. كله. اه واخا عنديك واحد السؤال مهم، قدر ما تيبغيوش الناس يهضروا فيه بزاف، هو دابا انت اكتيف، نقدر نقولوا انك انت دابا لو بلوز اكتيف في انستغرام، خدام في يوتيوب، خدام في فيسبوك، مي انستغرام عاطي لاطاك اه، ولكن ولا ماشي، لا ماشي اكثر واحد اكتيف دابا في حيت شوف كاين واحد البلان خصني نوضحه، باش تكون اكتيف مزيان في لي ريزو، ولا كنهضروا على الضحك بالضبط، كيخصك تطيح على، ماشي كيخصك تطيح، ما كيخصك تكري واحد، بحال نقول تكري واحد لو كونسيبت اللي ساهل، ديالها؟ سيتادير انا مثلا غنكري واحد النوع ديال الفيديوهات اللي مثلا غنبدا نعالج اي فكره بنفس الطريقه. اه فهمتك. انا ما عنديش هذه اللعيبه، صافي با دير كو هذه حاجه مزيانه باش يفهموا الناس، ماشي كنقول لا انا راني استثناء، لا طريقتك انت وصافي. طريقتي وصافي، طريقتي وصافي. دونك هذه اللعيبه شويه كتعطلك، لانه اشاك فوا غطيح لك فكره في راسك، ما تقدرش تجي تعالجها، ديجا الكادر عندك في دماغك، ما عندكش، ديجا عندك البريسيت. ما عندكش، دونك كيخصك تطيح على الفكره من ا تال زد، تعاود وتصايبها. دونك الطريقة اكتيف، ديالك. اه دونك اكتيف، ولكن ماشي اكثر واحد اكتيف في دابا هذه انا اللي المرحلة بغيت كانت. نقول لك هو ان فاش انت فاش تصيف مثلا الفيديو، فاش كتفكر لو بلوس، واش عندك انستغرام في دماغك، ولا عندك فيسبوك، ولا عندك كلهم، خصك تصايب فورما ليهم كاملين. نورمالمون خصك تصايب، باش تبقى وتكمل، خاصك تصايب فورما ليهم كاملين، كل واحد ديالو. انا مثلا اطلق عندي عرام ديال الفيديوهات في انستغرام، ولكن ما نقدرش نحطه في يوتيوب، حيت بالنسبه لي ديك لاشين يوتيوب ديال حاجه ثقيله شويه، ما نقدرش نمشي ونحط في هذيك. هذا هو السؤال ديالي. اه لا انا انستغرام محرك ماشي دون لو سونس كو انت ما مسوقش ليوتيوب، مي يوتيوب تتخليه شي حاجه بيان سور، اوكي. شي حاجه تكون شويه ثقيله، فيها الخدمه، فيها بزاف الحوايج. شوف راه كاين بزاف ديال التقارب ما بيننا حنا، تنهضر معاك اون طونك رابور، انت كوميديان، يوتيوب تلوحوا فيه الكليبات، اه فري ستايليتي، بغيتي تهلل شي نهار، هذه كتلوحوا في انستغرام، ما تلوحوش في يوتيوب. اكزاكتومون، هذا هو اللي كاين. البلان الثاني هو هذه انا بغيت نزيدها، هو انا الا سولتيني على لي ريزو، شنو هو الريزو اللي ما كرهتيش مثلا، اللي تقدر مثلا تضحي به دغيا، انا نقدر نقول لك نقدر نضحي بانستغرام دغيا، انستغرام نضحي به دغيا، لان انستغرام عرفت كيفاش غيفهموا هذه، ما عرفتش ماشي كيفاش رونطاب غتفهمني انت، طول الوقت، ماشي رونطاب، من غير ماشي رونطاب، لا يقدر يكون رونطاب بالنسبه للدراري اللي كيديروا الضحك دون مانيير انديريكت، فهمتي؟ خصك تبقى اكتيف، تعيط لك ماركه مثلا، ولكن كيقتل شويه لا كرياتيفيتي، فهمتي؟ انا كنعقل شحال هذه، فاش يلاه بديت كان انستغرام طايح، كنا يلاه نحطوا فيه تصويره، ما كتسوقش ليه كاع، ولكن كانوا الدراري كياخذوا وقتهم، كتلقى الدري كيخبر 15 يوم ولا 3 سيمانات، في الاخر كيحط لك فيديو مريقل زوين، فيديو واحد زوين، ويخبر عاوتاني ويحط لك فيديو،
دابا شويه طاح الابداع، دابا شويه ولات بلي ستوري بحويجات غير خفاف، طاحت شويه لا كرياتيفيتي ولا التكرار بزاف، ولكن ما عندناش حل، كيخصك تبقى كيخصك دير داكشي اللي فهمتك كيدير. فهمتك. لا خصك تاتاكي كلشي اخويا، وانتوما سيرتو سيرتو كنتوما الدومين ديالكم ماشي بحال الموسيقى، لان الموسيقى تتلوح مورسو يقدر بنادم يبقى يتمزك ليه 10 سنين. انت عندك فيديو ديالك لحتي بنادم غيشوفه اليوم غدا صافي ضحكو غيدوز لحاجه اخرى. يرحم لك الوالدين، الدومين هذا ديالكم هو تكون مصممه بالزربه. دغيا كدير سكتش مشى سير امتى يتفكروا شي مره ولا جوج ما ولا فوالا هو ده هو بلان، وهذا هو الأدية اللعيبة اللي غتجرنا للعيب اللعيبة الأخرى اللي بغيت نسولك عليها، ديال منين تجيبوا العاقة أنتوما؟ دابا أنت مكونساكري حياتك للكوميديا، ملي تنقول العاقة ما تندويش على درتي إشهار مرة، عيطوا لك في شي فيلم مرة، دزتي في شي لعيبة في التلفازة مرة، تندوي على هذوك الفيديوهات اللي تديرهم أنت يوميا وما تتخلصش فيهم. ما غندويوش على داكشي ديال اليوتيوب لان بيناتس فهمتيني، داكشي كاوكاو ما ماشي تلاقوا ولا كوكا عارف ويرحم لك الوالدين، عارف قول ولا عارف عليهم. شهر. لا غنديروا شي حلقه مزيانه على اليوتيوب باش بنادم يحل عينيه. انا راه تنشوف شي والله فيديوهات بعض المرات تنشوف شي فيديوهات في يوتيوب تيقول لك شحال كيربحوا الرواب في المغرب ديال الفلوس، اوف. تندخل تلقى شي واحد رصاد تتلقى راسك انت راه لاباس عليك غير ما عارفش. او انا راه قال لك ما عرفتش، تنطلع شي 50 مليون ولا شي حاجه في كل فيديو ولا شي لعيبه 50 مليون. ترى من نهار اللي طلع ما دخلت 50 مليون من اليوتيوب 50 مليون اخويا انا نرابي ما نكذبش عليك نقلبها. ما علينا، لا دابا قلت لك فيديوهات اللي تتلوحهم في انستغرام ها هما تيشوفهم 700 الف واحد ديال البشر، المليون كذا كذا، ما تدخل منها حتى ريال لان انستغرام ما تيخلصش. شوف، غتقول لي ان ديريكتومون نقدر لا اشهار نمشي معاك شويه بشويه، انستغرام ما كيخلصش، هاي دزنا معاك حتى ريال من انستغرام، زيرو، زيرو فيسبوك نادا، تاو حتى فيسبوك زيرو ما باقي لحد كاينش، الساعه كاع تيفكروا فيها مي حتى يا بعد ودي الساعه. بحالو بحال يوتيوب غيكون الله يهديك. احنا عارفين اصاحبي، دونك يوتيوب قلنا كوكاو ما كاين والو. كوكاو دونك كوكاو اخويا باش عايشين انتوما هاي من غير برضات الوالدين. خويا غير هذيك لعيبة شوف، تتبع في المغرب قلت لها في المغرب غير هذيك، لا مزيان، لا لا الوالدين لا عجبني. شوف خويا وكتبت عليك لان كاين هذا السؤال كيتطرح بزاف، ولكن كيتطرح بواحد لا مانيير شويه سوفاج، واش درتي لاباس فهمتي، ولكن لا مانيير اللي حطيتي بها زوينه. منين كنجيبوا حنا الفلوس؟ واخا دونك دابا حنا كاين شويه بحال بغيتي تقول كتريسكي، راني نشرح لك، كاين واحد ديتاي مهم، كتريسكي كتريسكي، لان كاين واحد الجينيراسيون اللي قبل منا فئه منهم راهم ما كتلقاهم ماشي اكتيف في لي ريزو، ماشي بزاف، كتلقاه كيحط صورو كيحط بروجيات ديالو، دات هنا ولا دات هنا ولا هادي، كتلقاه بار اكزومبل في رمضان كيلوح لك سيري. حرك هلا رمضان الناس خصهم يعرفوا بان لي بروجي ديال بصح راهم تيكونوا في رمضان، تما فين تتكري ليماج ديالك فيكم خبزه صاحبي فوالا. خبزه الله يرضيك. دوك حنا هنا شنو كنديروا في لي ريزو؟ فيكو بدينا بهذا الشيء، بدينا به، ما عندناش اختيار، كيخصك تبقى اكتيف، لان الا ما بقيتيش اكتيف في لي ريزو ديالك الناس غينساوك. انساو بيان سور. دوك علاش كتحاول دابا؟ انا الا هضرنا على عليا انا الا هضرت واحد على خونا اختي كتب لك جاوبنا بدون لغة خشب. وفينا هي لغه خشب، انا جايك، انا كان ريسكي، كان لوح، كان صايب الكونتوني ونحطه، يعني ما كنربح منه والو. ملي غنصايب انا مثلا راني درت ساط ما عرفتش الفيلم اللي درت التريغو مع اسامه عزي، حطيته في لاشين يوتيوب، فيلم ثقيل بزاف، شحال الخدمه خدا لينا وشحال الفلوس، ما عمري قلت شحال تقام عليا الفيلم، تقام عليا اوتو برودكسيون، انا خديت وقلت الريسك غنديرو بليزير، بغيت نديرو حيت عجبك بغيتي فوالا. ديرو بروجي عجبك. وحطيته في يوتيوب ما ربحت منه حتى ريال، حتى ريال الصح. دونك كتريسكي، كتبقى اكتيف في لي ريزو، الفلوس تقدر تجي من لي بارتناريا، بارتناريا لي مارك، ماركه غتجي غتقول لك شوف انا جو سوي انتريسي بليماج ديالك اولا، ومن بعد انتريسي بالارقام اللي كدير في الانترنت، بغيت نخدم معاك هذا البروجي بسم الله، تاك تاك تاك، ها هي انت ترزقتي الله، هذه الاولى. الثانيه اخويا هي واش تقدر
شي نهار تحول من انترنت تخرج للواقع، تخرج بار اكزومبل دير سبيكتاكل ديالك. ملي غدير سبيكتاكل بيان سور دوك الناس اللي وصلت لهم في انترنت راهم غتستغل داك الشيء باش الناس يبغيو يشوفوك سوغ سين ولا حاجه بحال هكذا، اولا يجي مخرج يشوفك يقول انت بغيتك في مسلسل ويهزك ويدير بك مسلسل مثلا. هذا هو اللي كاين، دوك الفلوس كتجي من هنا. داكور اسمعوا حاجه، ما عرفتش كاين صداع من الكاميو ديال الاسبان دايز. معليش معليش قلت لك الصاد راه داك الشيء علاش انا سبقتها لك قبل ما تجاوب، قلت لك نحيدوا هاد اللعيبه ديال الاشهار، لعيبه ديال سبونسور، لعيبه ديال حيدوه. بروسبونسور، لان هاد الشيء هادو حوتات. احنا في المغرب عارفين كيفاش داير الدومين، ما غادي تشوف كنجيوش دول. مالك ما بيك شي نهار غيتفكرك شي واحد عيط لك يقول لك سر سر بغينا نخدموا واحد الاشهار، غاتقمعها واحد شويه. راه ماشي راه ما تهضروش في داكشي خيالي، مي غاتقمعها تقدر تعيش بها واحد العام ولا عامين في يد الله، في وغطريه ولكن تقدر ما تعاودش ترجع لك هاد لوبورتونيتي. فهمتي؟ عايش في يا يد الله صديقي. من جاية. هذا كاين هو الريسك، المشكل. شوف شوف كاين الريسك، ما كاينش حاجه ستابل كاين كما تيقولوا الريسك. قليل مداوم، ما كاينش. لا ما كاينش، ما كاينش كتير، ما كاينش، ما كاينش قليل ومداوم، ما كاينش ما كاينش. اما هو في صراحه اختيار، كيبقى اختيار. هذا الشيء كنقوله انا، ماشي زعما الناس خصهم يعرفوا باش يتعاطفوا ولا شي حاجه، ولكن راه اختيار. انت كتبغي واحد الحاجه، راك عارف عمر، راه نفس الحاجه. انت كتبغي واحد الحاجه، راك تتريسكي فيها وكتحاول. دي فوا شوف، دي فوا كتبدا دير خطط، بيزنس از بيزنس. دي فوا كتبدا تخطط، كتبدا تقول شوف انا خصني ندير هذا البروجي هذا، راه غادي ندير تاك 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 من هنا ونبيع. غير هو الناس خصهم يفهموا، ما كاينش، حيت كاينه واحد الفكره شويه خايبه على لي ريزو، فهمتيني. كاين اللي كيقول لا راه عنده مليون ابوني في انستغرام، سيد راه داير لاباس. راه ما كاينش داك الشيء في المغرب، في المغرب في المغرب، ما كاين. لا لا كاين، شوف شوف، الى نهضروا بدون لغه خشب، كاين واحد الفئه مليون ابوني في انستغرام يديروا بها زباله فلوس، ولكن راه ما كاين لا ايماج لا حتى شي حاجه. باش نشرح لك. لا وهذا ما انت مشيت شي حاجه اخرى. لا شوف احنا تنهضروا، شوف احنا تنهضروا دابا كاين واحد الميزان ديال شنو الثقل ديالك في الانترنت مع الثقل ديال جيبك. هذا اكزاكتلي. الميزان هذا مختل في المغرب وبزاف، لان الا جات شركه باش نيغوسي معاك انت سي مصدراتي عندك 2.7 ولا ما عرفتش شحال ديال لي زابوني، مليون اصاحبي، واش عرفتي شحال تيسوى 2.7 مليون ديال الفولورز في بلاد اخرى اصاحبي؟ راه ما يمكنش، راه غيبداو نيغوسيو معاك في واحد النيفو في المغرب ما عمرك ما غتوصل ليه. لا ما كاينش، صعيب كاين صعيب. بزاف ديال الاعتبارات، راه ما غندخلوش، راه ماشي غير حيت هما تيحضرونا ولا شي حاجه، لان المستشارين، لان شحال، لان حنا بوبليك ما تيكونسوميش بزاف انترنت. المهم كاينين مشاكل اخرى، ولكن اكوميم اصاحبي راك تتهضر انت دابا، راه هذاك الشيء اللي جمعتي انتايا في انستغرام راه دوله اصاحبي. كاينين دول اللي ما عندهمش، تقدر تجمع بزاف ديال الدول، دويلات. دونك انت باش تلوح شي حاجه ولا تعطي شي انفورماسيون في انترنت غير انستغرام بوحدو، راه الامباكت ديالو كبير اصاحبي. هذاك الامباكت راه رؤساء ديال الدول تيقلبوا عليه تيشريوه بالفلوس، راه كنت عندك في جيبك تجهز التليفون في الصباح تقدر تكتب شي حاجه شافها عرام ديال البشر. ولكن راه فوالا، هذا هو اللي، هذا هو اللي بغيت نقول لك. راه باش تحافظ على داك التير ديالك، باش تحافظ عليه، راه تلقى راسك ما خصكش تخدم اي حاجه، ما خصكش تقول اهل اي حاجه. وديك ما تقولش اهل اي حاجه هي اللي كتخلي لي سورس ديال الفلوس ديالك اللي غادي تربح منه الفلوس كينقصوا بزاف وكيوليو قلال، فهمتيني. ودي فوا انت راك عارف المارشي كيفاش داير، دي فوا غير لو فيت انك كتقول لا انا راه من حقي انني نطلب هذا البيجي هذا لانني كنشوف راسي انني نستاهلو، غتقول بالنسبه في المارشي تقدر تطيح في ديك المقارنات. دابا انت كتقول لي انا تستاهل هذا الشيء، ها هو مثلا هنا كاين اكزومبل هادي هذا هادو. دونك هنا فين كاين، انا تنقول كاين لو ريسك، راه غاديين كنبغيو نديرو هاد الشيء وكنديروه، ولكن راه بحال كنشوفوا راسنا غير من هنا لعامين 3 سنين. الا كنهضروا على المستقبل زعما من هنا المستقبل البعيد، راه كنشوفوا واش راه عارفين اش كنريسكي وصافي. ما كاينش اللي دار المستقبل، المستقبل البعيد الا بغيتي تضمنه خصك ترسم مع الدوله هذه. السلام عندك والله مع شي زعما في شي دومين ديال الدوله راك مدى الحياه، سينو كاع لي دومين الاخرين راه من اليوم الغد. سيرتو الارتيستيك، سيرتو الارتيستيك شويه راك الريسك، كاين الريسك. انا صاحبي هذيك النقطه اللي جبتي ديال ان
فاش تولي عندك ايماج واش تبغي نتايا تخليها في واحد البلاصه وما تقبلش اي حاجه، راه هذاك هو المشكل الكبير اللي عند بزاف ديال الناس. لان تيجيو بزاف ديال الفرص اللي ما تقدر تاخذ الفلوس وتقول لك لا هذا الفاكيد بنادم يضربوا في مشي ما سوقيش انا شنو غيقول بنادم. ولكن كاين اللي ما تيرضاهاش لراسه، كاين اللي ما تيبغيهاش. وزعما شخصيا انا جاوني بزاف ديال اللعيب، ماشي بزاف، مي شحال من مره طحت في هذا الموقف. وبعض المرات تكون باكيه ديال بصح، والله ما نكذب عليك، الا باكيه ديال بصح وتتسرطها. لان شوف راه تقدر تندم عليها. لا شوف علاش تندم عليها، فاهم؟ ماشي ندم، مي شتي فاش تكون عايش مرتاح تيولي عندك لوكس ديال لو شوا. هذا ما خصك حتى خير، دونك الا ما تزيدش الطمع كتبقى تعزل، هذه ما عجبتنيش، هذه مبرص، علاش انت عايش بخير؟ مي انت مقاتل مع الوقت، وتجيك فرصه في شحال وغتقول لي لا راه كويس حاجه واحد شويه. ايوا شي ثقيل باش تقول لا. لا شوف خويا، الا كان ثقيل بزاف، الا كان الثمن زعما كبير وهذا، تقدر تقول بلا ما تناقش. واخا انا نقول لك اشنو طرا، واخا انا نعطيك المثال. يلا عطيني المثال. انا نعطيك مثال فهمتي، هادشي ما تبغيش نهضر فيه، ما غنجبدش السميات. في العز ديال في 2018، في العز ديال المقاطعه، زين، وحده من هادوك عيطوا لي بغاو يديروا اشهار، باليزه تخطات وباكيه، تنقول لك باكيه. ولكن بلاتي خديتي شويه الوقت تفكر، قلتي بلاتي مفكر ولا لا ولا سير بلاص. شوف ما تقدرش تفكر. شوف انا كان عندي جوج حلول. هذيك الباكيه كانت خصها تكون كبيرة لدرجة أنني غادي نخبر واحد خمس سنين، ما بقاش البال، ولكن ما كانش كبير، مي كوميم كبيرة أصلا، قدرت نضحي بها، ولكن لا أصلا ما يمكنش. لا تخاف، لا ما يمكنش أصلا، لا شوف، ماشي غتخاف، ماشي تخاف، أون فان كون، شنو غادي يطرى كاع، بنادم غادي، الكريديبيليتي ديالك غطيح. الناس ما يبقاوش يحملوك، غيبقاو يقولوا لك كدا، هذه غتلصق فيك شي تيكيته مدى الحياه، تقدر تعيش مع هادشي كامل. راه ما هادشي راه ما لا ديباسي، سي فري، ولكن انت مع راسك، الا كنت انت مع راسك ما تتقبلش هذه الفكره غتحبس عند الديبار. راه هادشي اللي بغيت نقول لك، راه الا كتبغي عرفتي، شوف انا كنشوفها بحال هكذا، الا كتبغي راسك ما غاديش تبغي دير حويجات بحال هكذا، فهمتي؟ غتقول فهمتي. شوف قريت واحد جوج كومونتيرات قبيله، بغيت غير نقول واحد اللعيبه. قول لي دابا حنا ملي كنناقشوا هاد اللعيبات هادو، بتيتر في الديسكور كنحسوا بحال راه ملي كنقولوا كاين لو ريسك وكاين هذا، صافي با دير كو ما كاين والو، راه كاين الحمد لله كاين. اما ملي كنهضروا على كيفاش نورمالمون خصو يكون، كنلقاو بانه غلط، فهمتيني؟ غير الناس باش تفهم كيفاش الحوايج نورمالمون خصهم يكونوا، كيفاش انت ملي كضرب لي فور بزاف وكتلقى بانه هذاك لي فور كامل اللي ضربتيه راه في بلاد اخرى بيتيتر كان يوصلك لذاك الشيء اللي انت باغيه في ديك المرحله، ولكن للاسف هنايا كتحس بانه باقي خصك تضرب لي فورس بعض المرات باش يا ربي. بيان سور اصاحبي، بيان سور، لان شوف الواحد خصو يعرف القدر ديالو وصافي، وسيرتو انت تعرف القدر ديالك فاش تريح مع ناس اخرين من بلايص اخرين، وتتعرف النيفو ديالك انت. انا ريحت مع مثلا فاش كنت كنسافر تريح مع دي زارتيست في بلدان اخرين ولا كذا، تيكونوا ما تيعرفوكش مثلا، فاش يبداو يهضروا معاك ولا تيبداو يقلبوا عليك وتيشوفوا الفيوز، تيشوفوا التخربيق، تيبداو هما اوتوماتيكمون في دماغهم، لان في بلادهم لي شوز كيمشيو بحال هكا، تيبداو يتخيلوك، تيبداو يحطوك في واحد البلاصه اللي كبيره عليك انت بزاف، وتتولي تحسن تخرج معاهم اصاحبي، لانهم هما في دماغهم راك غتخرج غتخلي واحد 5 كيلو في بواط، غتخلي بساطات، غتجلسهم هنا وغتجلسهم لهنا، فهمتيني؟ انت راه ماشي داك اللي بغات. سي فري، اما معليش. وي قول لي. معليش، قلت لك معليش ما يهمش. سير، أرا نرجعوا للأسئلة ديالنا، راه حنا غاديين المعلم، ربطنا لنا شي 20 دقيقة ويطفى لي تيليفون. سير أخويا. واخا، عندك واحد السؤال زوين. وانا دابا هذا هو البلان، دابا قلتي لي لان هذه اللعيبه اللي تبغي ندوز لها، دابا نتوما يقدر انكم بكل تواضع
انكم نتوما دابا دا ستار ديال الانترنت اكثر من شي وحدين اللي ساكنين في التلفاز. نتوما دابا دا ستار ديال هذا الجيل. دابا هذا الجيل ما كاينش شي واحد ما تعرفش سيمون الدراجي. تقدر تسول شي واحد على شي ممثل كبير فلاج يكون ما بلوز ما تعرفوش. علاش ما تنشوفوش سيمون الدراجي الزبير وكاع الدراري ديالكم نتوما ديال الكليكه ديالكم ما كنشوفوكمش في التلفازه بالكميه اللي خصنا نشوفوكم. عارف تنشوفوكم مره مره تطلعوا تتهندوا علينا ولكن ماشي بهذيك الكميه اللي كنشوفوكم فيها في السوشيال ميديا الوغ كنتوما دي ستار في السوشيال ميديا. شوف اقول واحد القضيه دابا باش 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 التلفازه ديجا فيها ديجا حنا ما عندناش مارشي ديال التلفازه كبير. ديجا كتلقى دي زارتيست ممثلين كبار ديجا كاين الدراري اللي قاريين التمثيل اللي زاداك وهذا ديجا هما براسهم كيلقاو صعوبه باش يدخلوا التلفاز ديجا. دونك حنا ديال الانترنت باش تقدر تدخل التلفازه تيخص يجي شي واحد ويشوف فيك شي بوتونسييل يشوف فيك شي حاجه يثق فيك فهمتيني. هذه الاولى تيخص شي واحد اللي يثق فيك اما الوغ اما مخرج ثق فيك وشافك في شي بيرسوناج وجابك وحطك فيه اما شي ستار ممثل كبير كيشوفك وكيشوف فيك البوتونسييل وكيجيبك وكيخشيك معاه في ان بروجي اللي كبير وكتزيد تبان اكثر. دونك خاص شي واحد اللي يثق فيك. داكشي علاش انايا نقدر ما نقولكش زعما لا ما كيشوفوناش حيتاش ما غيبغيوش يعطيونا الفرصه ولا شي حاجه. لا بالعكس انا كنشوف ديجا المارشي صغيور فهمتيني ولكن الفرصه واش كتجي ولا ما كتجيش كتجي اخويا عمر. كاينه كاين التليفون كيعيطوا كيقولوا لك واش تو انتريسي واش تبغي دير هذه ولا تبغي دير هذه كاينه. الا انت خدمتي وجدتي بروجي ديالك يكون زويون بروجي ديالك يكون زويون وتمشي وتدفعوا انا جو بونس كو خاصك شويه ديال التماره وهذا وغدوز للتلفازه. استادير الباب ماشي مسدود الباب ماشي مسدود غير غنرجعوا لديك اللعيبه عمر ديال راه كاين جوج حوايج. كاين اللي كيدوز من انترنت للتلفازه بطرق ملتوية جدا وكاين اللي كيدوز من التلفازه من انترنت للتلفازه لان عنده شي حاجه كاينه شي حاجه ما يمكنش يدوز هكاك. ما عرفتش فهمتيني ولا لا شنو بغيت نقول لك. حاولت نكون انا حاولت نكون زعما نوتر فهمتي نقول لك انت عرفتي دبلوماسي وانا والله ما دبلوماسي تنقدر بيان سور انت ما تعرفش والله ما دي لا علاش دبلوماسي يا صاحبي لا رغي لا شوف انا متفقين التحدي ما غيبغي يحرق القنطره اللي تقدر من قدام تكون شي حاجه غير هو انا تيبان لي انه الباب ما مسدودش ولكن راه محلول لك الدكا وراه حيت هذا هو اللي علاش انا علاش انا تقدر انت تقدر هذاك هادشي تيدخلك لان انت شويه ضعيف انا شويه قوق لا ولكن شويه عمر ما يدخل شوف انا لا اسمح لي اسمح لي علاش انا قلت لك صغيور علاش انا بحال تعاطفت معاه لان انا طليت والله الا طليت المارشي ديال التلفازه راه صغيور راه يلاه بيتيتر هاد ديغنييغمون هاد العام والعام الجاي يقدر يكبر ونقدروا نقولوا ديك الساعه الفرصه تقدر تعطى لبزاف الناس. ديك الساعه تقدر الا سولتيني نقول لك اخويا ما عرفناش حنا كنشوفوا بزاف ديال الناس في التلفازه راه اصلا صغيور الصاد. واش نقدروا ننزلوا ورقه وستيلو ونحسبوا شحال من مسلسل كيخرج مغربي في العام شحال من فيلم كيخرج مغربي في العام. لان خص يتحل لان خص اول حاجه دار في البلاد هي تفتح المجال للقنوات الخاصه. اخويا حنا راه ما بقيناش باغيين نتفرجوا غير في جوج ولا ثلاثه ديال القنوات هما اللي غيدوزوا لنا كل شيء. وراه هادشي اللي قلت لك راه بدا بزاف باش بنادم يكون عنده لو جوا ديك الساعه. وراه هادشي اللي بغيت نقول لك راه بدا ثاني مو انا كنحسو بدا كنحس بان كاين شويه كاين الامل من هنا لقدام. وعلى مولانا والحاجه الاخرى هي واخا انت عندك شي. انا اسمح لي انا ما عنديش التلفازه ما تنتفرجش سنوات هذه ما تنتفرجش ما تنعرفش شنو واقع. انا نقول لك شنو واقع انا نقول لك انا المراسي ديالي تنعرف غير اشنو تيقول بنادم على داكشي اللي كاين. واش انت كاين هذا العام في رمضان كاين شي حاجه في التلفازه؟ لا 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 ما كاينش. واخا مزيان سهلتي عليا. انا ما عمري كنت في رمضان اصلا ما عمري كنت في كنت عمرك كنت في رمضان؟ لا كنت رمضان اللي داز تيليفيلم فين اوكي. واخا رمضان عنده تيتر واحد في المغرب من اللي كنهضروا على التلفازه الحموضه الحامض
الحامض ثم الحامض ثم الحامض. علاش دابا؟ علاش انت دابا؟ علاش انا فاش تندخل عند تندخل عند سيموس دراجي، تندخل عند الانستغرام ديالو، تنكليكي على اي فيديو تنضحك؟ وانا شخصيا انا صعيب نضحك، انا ما تضحكنيش. ماشي صباغه عزي، لا ماشي صباغه، تنهضر معاك انا تقول لي كاين. عارف انا انا ماشي باش انا والله ما نكذب عليك. المهم انا راس شويه بعيد، انا ملي تنبغي نضحك تنجبد نتفليكس، تندخل عند ديف شابيل تنتفرج فيه ساعه ساعتين، تلقى خرب الضحك وتنرجع بحالي. مي فاش الدراري نتوما صاحبي تضحكوا تضحكوا. علاش اخويا، علاش اخويا ما تيديروش لنا بحال داكشي في التلفاز؟ علاش دابا؟ شوف شوف دابا اخويا حلوا لنا الكونت ديالك وتكون مع الفطور تفرج. لا غادي تسمع الصوت عيان، لا كاليتي عيانه. ما يمكنش. لا دابا السؤال ما عندوش جواب، انا والله ما عندي الجواب، ما عنديش الجواب الصاد، ما نقدرش نقول لك شنو اللي كاين. لان لا باش اسمح لي، اسمح لي غادي نقاطعك، لان بزاف المرات حنا تنظلموا الممثلين. راه ماشي الممثلين اللي تيكتبوا. ها هذه زوينه، هذه زوينه قلتيها. راه المخرج اصاحبي واللي تيكتب السيناريو واللي تي ممثل راه تيجي تيعرض تيتخلص تيقول لك شنو يجي تيعطيو ليه. الخدمه، الخدمه ديال البروجي كامل راه بحال قلتي كتصايب ياك، وعاد كنجيبو المونتيل هو داك الفريزر كنحطوها من الفوق، فهمتيني؟ البروجي راه تخدم في واحد الوقت، خدموه بزاف ديال الناس. دونك علاش انا، علاش انا قلت لك ما نقدرش نجاوبك؟ لانني باقي لحد الان ما درتش بروجي كبير ديال بصح في رمضان، خصني ندخل نشوف شنو اللي كاين عاد نقدر نعرف، بوتيتر نعرف الخلل فين كاين. انا كنظن الله اعلم كاين مشكل في الوقت، لان كتحس دائما لي بروجي ديال رمضان كيتصايبوا في واحد الوقت صغير وكيكون الوقت مزير، وهذه قضيه مهمه عمر. انت عارف بان الكتبه، الكتبه هي اهم حاجه، الكتبه كتبغي الوقت وكتبغي المورال وكتبغي انا في رايي النقاش. ملي نكتب انا الضحك حبادة، لو يداروا بزاف ديال هكذا اجتماعات وناقشوا مع الناس. شكون راه كيكونوا جلسات قراءه صاحبي؟ راه بحال في الافلام فوالا، كلشي جالس وكلشي تيهضر. راه عندنا كلشي تيهضر، انت كتبتيها خراتك بالضحك، تقدر ما تضحك حتى واحد صاحبي. اه دونك انا كنقول غالبا المشكل الكبير كاين ماشي في الممثلين، ماشي في لي مويان ديال الانتاج، كاين في الوقت. كاين لي مويان وكاين الممثلين، ما كاينش الوقت. انا كنقول غالبا الوقت، والوقت مش المشكل ديالو، ما عرفتش فين ممكن يتحل بطريقه سهله. الوقت بلاني وصافي وحنا حليناه. طبعا انت شوف، انا واخا الوقت، واخا الوقت، مي شوف كاين 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 شوف كاينه شي لعيبه عندك ولا ما عندكش. دابا انت سيمو فاش تبغي تصايب فيديو تتفكر في الفكره تتكتبها، ملي تتبغي تصور، حيت انت دابا تدير الاخراج ديال داكشي اللي تدير. اه كدير سي فري سي فري، تعطي بنادم تليفون تقول ليه وقف هنا ولا تقول ليه وقف هنا، او انت في دماغك عارف كيفاش بغيتيها تخرج. هذيك عارف راه ما عطاها لك حتى واحد، هذيك ديال الله عندك. ما تعلمتيها، ما قريتيها، ما دارها حتى شي واحد، عندك ديال الله تعلمتيها انت بوحدك من راسك. هادوك الناس اللي تيديروا لنا داكشي اللي في التلفازه ما عندهمش هاد العيب. كتحس دي فوا ما كايناش، كتحس شي حامض، مونتاج ثقيل، بالبانش لاينات ناقصين عيانين. وعاد باش غادي نهضروا على حوايج اخرين ديال الخطوط الحمراء ولي ليميت وفين تقدر تدفع واحد شويه. لونغاج دخلتي لي التيران ديالي، لونغاج تي تفلتر، تيديروه في الفلتر تيبقى يقطر بشويه بشويه حتى كيحيد. لي طابو اخويا، لي طابو لي طابو. وفاش تنقولوا لي طابو باش بنادم ما يغلطش، ما تهضروش على دوك لي طابو اللي كاينين الفوق ديال الدين والمله وهادي وكذا والعنصريه. لا تهضروا بزاف، حنا عندنا بزاف من لونغاج ديالنا ديال الزنقه. اه لا ولكن شوف، لي طابو في المغرب حنايا عندنا بزاف اخويا، كذبش عليك، عندنا بزاف من غير خلي لي طابو الكبار ديال الدين ولا هذا، خلي هذوك نقدروا ما نوصلوهمش. عندنا لي طابو في الثقافه ديالنا ما نوصلوهمش كاع، ما يهمش هذوك، ما عندنا بالعكس ما نوصلوهمش. اما كاين لي طابو في الثقافه في شي حوايج اللي شي، انا بعض المرات كان ما نكذبش عليك درتها بليزيور فوا، كتهز وكتبغي تكتب مثلا سورتو سكتش سور سين، خليني من الانترنت، سكتش سور سين بغيت نكتب سكتش حسين. كاين بزاف ديال المواضيع اخويا تقدر تكتب عليهم، كاين بزاف، فهمتيني؟ ولكن ثق بيا، الاغلبيه ديال دوك المواضيع مستهلكين، تستهلكو، مشاو، تكونسوماو. دونك خصني ندير انا ديك لا ماتير اللي باغي، ولكن ملي كنجي نكتب
كان ولي اي حاجه كنكتبها كنلقى فيها ناري، هذه تقدر تخلق لي مشكل مع هذه الجهه، هذه غتخلق لي مشكل مع هذه الجهه، فين كنلقى راسي محصور؟ كتلقى داك الشيء اللي ديجا كاين، وداك الشيء اللي ديجا كاين. الفرنساوي كيدي ولده في الصباح المدرسه، المغربي كيدي ولده لهذا، اجي تشوف خالتي انا، اجي تشوف الاخر، دونك كاين مشكل في هذه اللعيبه. مع العلم ان تتولي تسانسوري راسك، وهذه كيسيون كنت بوش دارك، واش زعما تسانسوري راسك مره مره. مع العلم ان الصاد هذا الشيء راه جديد، هاد الخطوط الحمراء راه ماشي غادي يمشي ينقصوا، راه غادي يمشي يتزادوا. انترنت راه كاينين شي لعيبات حنا فاش كنا صغار كنا كنسمعوا نكات اللي بيس عادي، حتى حد ما تيضروا خاطرو. مع العلم انه تتقول نكته على الشلح، تتقول نكته على العروبي، تتقول نكته على ولد المدينه، تتقول نكته على فلان على فلان على فلان، كل شيء ماشي كل شيء عجبو الحال. ولكن الحاجه اللي خص يفهم بنادم ان فاش تتولي انت تضحك على شي حاجه اللي فيك، ما يقدرش حد يضحك عليك بها. حنا ما تنبغيو حتى حد يضحك لينا على شي حاجه ديال، ولكن راه الحل ديال هذه هو انك تولي انت تضحك معاهم. لا لا هكا ما غيقدر يضحك بها عليك حتى واحد، فهمتيني؟ مي هنا ضروري ما خصكش تقيس هذا، ما خصكش تدوي في هذا، ولا دويتي في هذاك غادي 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 تقرص. على العلم ان صاحبي الاساس ديال الكوميديا هو انك تشد بنادم، انك جبد البنادم داك الشيء اللي سوا ديزون ما تيعجبوش، اللي تيبرسطو في راسو. اكزاكتومون، شوف هما جوج حوايج، اما غنشد في بنادم اما غنشد في راسي. ملي كنقولوا نشد في بنادم، في بنادم تقدر تشد في انسان، تقدر تشد في شي جهه، تقدر تشد في مؤسسه، تقدر تشد في بزاف ديال الحوايج، فهمتي؟ اولا غنشد في راسي. دي فوا تاينا بغيت نشد في راسي انايا، غنلقى راسي كنقيس بزاف ديال الحوايج. هنا كتبقى التساتوير في دماغك دي فوا، فهمتيني؟ راه كاين دي زيموريست في المغرب كانوا داروا سكيتشات هكا ولا هكا، دي فوا قاسوا شي جهه، راه طراو ليهم مشاكل، فهمتيني؟ وهادشي شويه كيخوف، هادشي كيطيح حتى الابداع في الكتابه فاش تبقى تكتب. بيان سور، واش نقول لك واحد القضيه، شتي بعض المرات الا كانت النكته ولا البانش لاين كانت فريمون مزيانه، راه واخا تكون طابو راه تضحكك. بيان سور، شوف غضحك. المشكل هو بعض المرات حتى هذاك الكوميديان فاش يبغي يزعل شويه تكون النكته حامضه، ولكن على جرام بجوج. انا متفق معك، ولكن عندي واحد المشكل عاوتاني. دي فوا البانش لاين تقدر دير واعر، تقدر توجد مثلا سيت اب ديالك زوين، انت قلتيه غتجي البانش لاين وغادي تعطيه راق شي. الا كان البانش لاين كيضحك وذكي راه يقدر يضحكك انت، ولكن كاين واحد الفئه اخرى راه يقدروا يشوفوه ما يفهموهش، ولكن غيفهموا داكشي اللي بغى هذا كيهضر علينا. دي فوا تتخاف حتى انك تكون ذكي بزاف في الهيمور ديالك. هادشي راه طرا في رمضان، طرا في رمضان وشفناه، ما عرفتش واش فهمتيني ولا لا. فهمت. خليك معنا السيم، خليك معنا. انا معاك واحد لابيل جان، دوك فهمتي شنو بغيت نقول لك؟ دي فوا تداك البانش لاين الا كان ذكي بزاف يقدر يخلق لك مشاكل، يقدر يضحك بزاف ديال الناس، ولكن كاين اللي غياخذ داكشي اللي بغى. دوك اللي بغيت نقول هو حتى البوبليك بعض المرات تقدر يكون دي فوا المشكل بوتيتر يجي منه. هو شوف، مش هي راه ما جاتش بالذكاء، راه ما تنظنش انها بالذكاء، هي غير بنادم شنو ولف. لان حنا باش نكونوا متفقين، راه الفكاهه عندنا باقا حتى اليوم 2020 باقا عندنا الفكاهه ديال الحلقه حلاقي. حنا عندنا الفكاهه بهلواني، الكوميديا تتعتمد بالدرجه الاولى على البهلوانيه. خص ديما خونا يجي يكون مثلا داك اللي كتفرج في التلفازه ديما تيدير شي حركات ديال الدراري الصغار، ولا تيدير فيها مسطي، ولا تيبقى يديك ديك قعوش فمو ولا عيوشا وانت يا خويا وكذا وداك الشيء، فهمتي؟ بهلوانيه، ما كاينش، ما يقدرش يضحكك هو تيهضر عادي. داكشي اللي تديرو نتوما مثلا، انت مثلا انا بالنسبه لي تناخذ المثال ديالك، لانك انت ما تحتاجش ذاك تتبان. ولكن اسمح لي فهمتك، ولكن كتشوف، شوف عاوتاني من واحد الجهه كتشوف الكونسوماتور شنو باغي. راه هادشي اللي بغيت نقول لا بلي بار ديال، هو كيسمح لي شكون هو الكونسوماتور، لان حنا دابا فاش تهضر في التلفازه تنهضر على الناس كبار حنا عارفين، ولكن اخويا راه جينيراسيون جديده ما بقاش واكل مع هادشي. لا ما بقاش واكل، ولكن اصاحبي راه واش كتطلع على التوندونس ولا لا؟ راه التوندونس راه هذا هو اللي انا كنت متفائل به شحال هذه في 2000.
الناس هو الناس، شكون هما هاد الناس؟ الناس اللي اكتيف انترنت، اللي هما اغلبيه دي جون. شوف شوف، ولكن ها باش نشرح لك، انا راني باش نقدر نطلع لديك الطوندونس راني كندير فيديو عمر في شهرين ولا شهر، راه كاينه فئه كيديروا فيديو كل نهار ودائما طالع في الطوندونس، فهمتي؟ دونك ما غاديش، دي حنا قصة أخرى. شوف حنا ما غاديش نمنعوا، ما غاديش نقولوا لا وهذوك ما خصهمش يطلعوا في الطوندونس ولا شي حاجه. الدليل هو شنو؟ هو ان كما هذوك كيطلعوا في الطوندونس، حتى انت الا درتي فيديو زوين راك تطلع في الطوندونس، ماشي ما كتطلعش، يعني الطريق ما مسدوداش، انت كتطلع في الطوندونس. غير هو دي فوا الساط راه تقدر لينيرجي طايح لك دي فوا، لان غتقول لي فور ما كيبقاش ديما ارتستيكمون، دي فوا غيجيك مونك ديسبيراسيون كل مره وشنو. غتمشي بالتيران، كيفاش داير التيران، اون فوا دخلت ليه غتبقى لاعب فيه، معليش ما يهمش. اوكي اخويا شوف، دفع لاجوندا ديالك انت داك الشيء تاش امن به، دفعه اخويا، واخا تكون بوحدك، واخا تكون انت والله بوحدك اللي تدير هذاك الشيء في المغرب، خليك غادي في اخويا، ما عمرك ما تتبع الموجه. هذاك الشيء سي فري، ايوا هذاك الشيء اللي كاين اما اخويا، حنا اخويا كنحاولوا. الموجه وشنو هو، ما هي غنبقاوك بقى 3 دقائق. عندي سؤال اخير، ونيت عنده علاقه مع هذا الشيء. واش عمر شي واحد صيفط لك شي ميساج قال لك ضريتيني في المشاعر، ولا ما كانش لك تقول للعيبه هذه، ولا اخويا احترم نارك ما احترمتيناش، ولا شي فلاش بحال هكا، شي لعيبه اللي عقل لها شي لعيبة بحال هكا، وقف عليك في الزنقه، شي واحد قال لك اخويا داك الفيديو اللي كنتي درتيه علينا اخويا، حنا راه ما حنا بحال اللعيبات هذو، شي واحد صمصيب اكثر من القياس. لا والله ما عقلت، لا جو بونس با، كون كانت شي حاجه غتبقى لي راس قال لي في دماغي، لعيبه بحال هذه غتبقى ما غنساهاش، ولكن ملي اون فوا بديت كنفكر يعني ما كايناش، الحمد لله حتى لدابا والحمد لله مزيان بعيد عن المشاكل انا. اخويا، الله يخليك ديما بعيد على المشاكل، و تيبان ليا غنجمعو ونضويو. والله خويا صافي بليزير، والله الا الله داز اللايف يخليك ليا، غير، شكرا جزيلا على والله شي خويا لقيت صافي خويا، بليزير اخويا، صافي غران بليزير اخويا، والله الا فان صافي ديالك انا بليزير، ناقشنا انا شويه. حنقول لك الله يحفظك اخويا عمر، مرحبا الله يكبر بيك، راس العين، ومرحبا اي وقيته، اي وقيته بغيتي انت دير لايف راك والله عارف الا مرحبا. لا نعاودو، عليك. قلتي قبيله واحد اللعيبه خصها لايف بوحدو، ما قلتش شنو هي واحد اللعيبه قلتيها خصها لايف بوحدو، فهمتك. مهم ممكن مهم تنتفكروها ونديروا لها شي لايف نفكر، عاوتاني. كاين بزاف ديال النقاط خصهم لايف بوحدو، انت راك عارف. والله المهم حاولنا نديرو خلاصه ديال الشكر بكر بن شنو كاين هذاك عندنا. الشيء ليلاش خويا الشمل، نسيت، خويا تهلا بيا في راسك، خويا تهلا في راسك انت يا، والله الله يدوز حبسك بخير، امين اخويا، احنا وياك اخويا، الله يسهل الامور، بعثت ليا ونشوفو ان شاء الله قريبا. الله يحفظك عشان اخويا، لي كومونتير العز نشوفكم، بيس تهلا تشاو، اخويا. الله يحفظك.